لأنه في إطار جهود الدولة لدعم وتحسين مستوى المواصلات في القاهرة الكبرى، وعلشان تقلل من الزحام، افتتحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مؤخرا عدد من المحطات، منها المحطة الرابعة للخط الثالث للمترو اللي بتخدم مناطق هارون وألف مسكن ونادي الشمس. ده تم في منتصف شهر يونيو الماضي. المحطات دي بتساهم في نقل عدد كبير جدا من الركاب من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس لمختلف مدن وأحياء القاهرة. نشوف مع بعض التقرير اللي جاي. إنجازات مستمرة تحققها الدولة المصرية تدعوك للفخر. ففي مجال مترو الأنفاق، خاصة في الخط الثالث، لا شك أنك تشعر بأجواء أوروبية. هنا في محطة مترو هارون، لوحات إلكترونية وماكينات متطورة على طراز عالمي لتسهل الأمور عليك، خدمات لم تشهدها أعيننا من قبل. مرحبا بك في مترو مصر الجديدة. وطبعا الركاب انبسطت جدا لما المترو اشتغل والمحطة افتتحت. يعني هم كانوا بصراحة قبل الافتتاح كانوا منتظرين ان هم المحطة دي تشتغل بسرعة. الخدمة يعني كويسة عندنا، يعني متوفرة وفي نفس الوقت بتنجز في الوقت. جميع الأعمال التي تمت داخل المرحلة الرابعة تمت بمواصفات قياسية وعالمية، حيث تستقبل يوميا 420 رحلة تبدأ من محطة العتبة وتنتهي بنادي الشمس. المحطة دي وفرت كتير وقت للناس، بما ان هنا في مجمع المحاكم فوق، فخلت الناس بدل الطريق ما كان مقفول فوق سهلت لهم الدنيا خالص. لحد هنا بيقدر ان هو 10 دقايق ربع ساعة من عتبة لحد هنا بقى في مجمع المحاكم فوق، غير ما هو هيلفها. والطريق زي ما انت حضرتك فاهم الطريق دايما بيبقى عطلان فوق. تمت مراقبتها بأحدث منظومة كاميرات المراقبة، كما أن جميع المداخل بها أجهزة للكشف عن المفرقعات، وبها بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن، وبها مصاعد كهربائية تنقل المواطنين من الشارع إلى داخل المحطة. أحمد غنيم، آخر النهار.